اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلوني اكمل لكم الخبر اللي ما كنتش كملته في البدايه عن مبادره لطيفه جدا اسمها عاش هنا. المبادره دي او هذا المشروع اطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. مبادره عاش هنا ببساطه هدفها تكريم المبدعين المصريين، سواء فنانين، موسيقيين، كتاب، شعراء، حتى فنانين تشكيليين. ببساطة شديدة يمكن تكونوا شفتوا يافطة صغيرة زي اللي معروضة على الشاشة جنب أو متعلقة على عمارة أو على بيت، وبتقول إنه هنا عاش فلان الفلاني من الرموز المصرية المختلفة، وكلمتين عن هذا الرمز وهذه الشخصية يعرفونا عنهم ويكون فيها معلومات أكتر عن هذه الشخصية المصرية اللي أثرت في الثقافة المصرية أو الحياة المصرية بشكل عام. خلونا نشوف تفاصيل أكتر نعرفها من أستاذ محمد أبو سعد، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. الهدف من هذا المشروع، مشروع عاش هنا، إيه هو؟ زي ما حضرتك قلت، إحنا الأول بنكرم شخصيات كانت رائدة في مجال عملها، إذا كانوا مبدعين فنانين أو سياسيين أو شخصيات لها تأثير في مجال عملها وكانوا من رواد مجالهم. نمرة اثنين ان احنا نعلن من الانتماء للدولة، ان دول اللي شكلوا هوية الدولة، هوية مصر. ان لما النهاردة بنشوف حجم الشخصيات اللي ابدعت في مجالها في الفيلم اللي احنا يمكن حضراتكم بتعرضوه دلوقتي، بنقول قد ايه الاجيال اللي جاية محتاجة انها تتعرف على قد ايه احنا كنا رواد، ويكونوا نبراس فيهم في ادائهم في عملهم في ابداعهم في حياتهم العملية. المشروع مش مجرد لوحة موجودة على الجدار البيت اللي عاش فيه، ولكن على موقع كمان من خلال الموبايل ابلكيشن الكيو ار اللي موجود على اللوحة، بنقدر ندخل على موقع أعد من خلال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في كل المعلومات عن هؤلاء الأشخاص الرواد في مجالهم. بعتبر إن ده هيكون ذاكرة بصرية وذاكرة وطنية كبيرة لكل المبدعين. احنا بدأنا بمحافظة القاهرة والجيزة. ده كان سؤالي بقى فيما يتعلق بآلية الاختيار يا باشمهندس، هل احنا ماشيين بالمناطق ولا بالشخصيات اللي احنا عايزين نعرف عاشوا فين؟ لا احنا بادئين، احنا الاول شكلنا لجنة علمية، لجنة فيها اساتذة في التاريخ وسينمائيين وفنانين تشكيليين، اختيار الشخصيات اللي هيتم توصيف ادعاءاتهم، وفي نفس الوقت ان يكون بيوتهم ما زالت كمان موجودة. يعني على سبيل المثال احنا جينا نوثق لبيت سيد درويش في اسكندريه، لقيناه للاسف يعني مش موجود، ولكن في بيت اخر موجود في شبرا تم توثيقه وتم وضع اللوحه عليه. فالهدف ان احنا الاول يبقى في قد ايه الشخصيه اللي بيتم ادراجها في المبادره انها تكون مؤثره في مجال عملها او في مجال ابداعها. وهذه اللجنه هي اللي بتحدد؟ اللجنة هي اللي بتحدد الشخصية وبتحدد المعلومات كمان اللي المفروض المعلومات اللي بتتكتب في الموقع، برضو اللجنة هي اللي بتحددها وبتختارها. ثم بعد كده بنبتدي نعمم التجربة دي. احنا زي ما قلت حاجة، احنا بدأنا ب 200 شخصية، 100 بالفعل 108 بالظبط ركبوا وتركبت اعمالهم، 200 موجودين دلوقتي معلوماتهم على موقع المشروع. على نهاية 2018 هيكون بالفعل 200 شخصية تم تركيب لوحاتهم على مستوى محافظات القاهرة والجيزة، وهيبتدي يستكمل المشروع ان شاء الله على باقي محافظات الجمهوريه. باقي محافظات الجمهوريه برضو ذاخره بمبدعين اكيد، لان هم مش كلهم في القاهره والجيزه، فممكن يكون في فعلا حاجات ما نعرفهاش، يعني مسقط راس، يعني رموز مهمه وما نعرفش الحقيقه بدات ازاي، ف يعني هتروحوا لكل المحافظات. بالظبط، لان ده انا بعتبر ده تاريخ الذاكره جدا، انه يكون في ذاكره الاجيال الموجوده والقادمه ان شاء الله. طيب احنا زي ما احنا شايفين على اللوحه دي يا فندم في زي باركود، مظبوط؟ ده احنا بنعمل له سكان بالموبايل ويدخلني على الويب سايت الخاص بالشخصيه دي. بالظبط حضرتك، بيدخلنا بنشوف بقى البايو السيره الذاتيه معلومات الشخصيه عنه، وبنفس الوقت يبقى في لينك باهم اعماله. يعني لو دخلنا على شخصيه زي فؤاد المهندس نلاقي تاريخ حياته ومكان ميلاده وكل المعلومات الخاصه بيه، ولينك موجود في بعض من اعماله الفنيه اذا كانت السينمائيه او المسرحيه. طب ليه يا فندم ما فكرتوش ان انتم ممكن تحطوها، يعني تحطوا برضو يعني معلومه او اتنين نفسها عن الشخصيه على البلاك
على اللوحه او على اليافطه؟ احنا اخترنا معلومه محدده، هي ان هو مجاله ايه، كاتب فنان تشكيلي وعاش من امتى، يعني من تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته. وبعد كده التفاصيل الكتيرة اللي ممكن نتعرف عليها بندخل على الموقع اللي لقيها موجود، بحيث ان اللوحة برضه يبقى حجمها ملائم انها تقدري توصلي لها وتسكنيها بالموبايل. نعم. في متناول المستخدم او اللي ماشي في الشارع يقدر يشوفها. هل في التزام بفترة تاريخية معينة، ولا كل فترات التاريخ يعني تدخل ضمن عمل اللجنة وبالتالي اختيار الرموز منها؟ يعني احنا بدأنا بالمبدعين اللي رحلوا، يعني احنا تركزنا على اللي رحلوا عننا بأجسادهم لكن أعمالهم باقية، وأهميته في تأثيره في مجال إبداعه. لا أنا أقصد مثلا ممكن مثلا يكون في شخصيات من فترات تاريخية أقدم من كده بكتير، يعني من القرن ال19، من القرن ال18، لو مكان إقامتهم معروف. المهم ان يكون مازال البيت اللي عاشوا فيه اكبر فتره من حياتهم وابداعاتهم موجود، علشان نقدر ان احنا نتعامل مع الموقع اللي فيه البيت. وعايز اقول ان ممكن برضو دخول المعلومات دي من خلال موقع المشروع على الانترنت، ان انا اقدر برضو من خلال شبكه الانترنت اقدر اوصل لجوجل ايرث بالبرنامج، ان انا اقدر اعرف ازاي اوصل للبيت. يعني انا ليا مدخلين، يا متى ماشي في الشارع ولقيت اللوحه على بيت المبدع او الشخصيه اللي انا عايز اتعرف عليها، او انا قاعد على شبكه الانترنت بدخل على مشروع عاشة هنا بتعرف على الشخصيات، وبعدين عايز اتعرف هم عاشوا فين، بروح من خلال جوجل ايرث اوصل للبيت اللي عاش. كويس قوي. كويس قوي. كام اتكلف المشروع ده يا فندم؟ اتكلف اللوحه اللي موجوده، ولكن بعد كده اللجنه متطوعه بعملها الفني، واحنا كجهاز شايفين ان ده دورنا مسؤولين عن الحفاظ على التراث المعماري والتراث الحي للشخصيات اللي ابدعت. واعتبر انه يمكن المشروع ده كان بدايه لنوال مشروع اخر احنا بدانا بيه حاليا، وبدانا في وسط البلد في مشروع اسمه حكايه شارع. وانا بعتبر ان ده برضه من المشاريع المهمه جدا لذاكره البلد، ان احنا في شوارع كثيره لشخصيات بتحمل اسماء، شخصيات مهمه جدا لما امشي في شارع عبد الخالق ثروت او طلعت حرب او شارع شريف، نبقى عارفين مين دول. طبعا نبقى عارفين مين الشخصيات دي. انا بعتبره دورنا كجهاز للتعريف باهميه الشخصيات. كل المعلومات اللي بنشوفها على اللوحه يا فندم موجوده بالانجليزي على الويب سايت؟ الموقع هو اللوحه نفسها مكتوبه بالعربي، اللوحه بعربي وانجليزي. والموقع بدانا باللغه العربيه، وبعد كده ان شاء الله هيبقى في لغه ثانيه. ضروري كمان اللغه الثانيه، ضروري مهم. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد أبو سعد، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. إلى المدن الجديدة، والحقيقة في مفيش مدن جديدة. طيب هنختتم مع حضراتكم دي فقرة الأخبار، لكن تقرير مهم الحقيقة هنروح نشوفه عن الهيموفيليا أو مرض سيولة الدم، والحقيقة خبر سار بالنسبة لمن أصابهم هذا المرض ولأولياء أمورهم حتى، لأنه تم افتتاح وحدة متخصصة لعلاج مرض الهيموفيليا أو سيولة الدم في مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي. خلونا نشوف تقرير بيرصد تفاصيل أكثر عن هذه الوحدة. بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون جنيه، افتتحت وزارة الصحة أول مركز متميز لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب، بهدف تقديم خدمة مجانية مميزة للحالات المصابة بالمرض المعروف بسيولة الدم. المركز المتخصص ده أول مركز في الشرق الأوسط يكون في مصر وفي التأمين الصحي، بمساعدة الناس بتوع التأمين الصحي اللي هم أصلا اتربوا في التأمين الصحي وتعلموا في التأمين الصحي. كل الأطفال دي بتيجي من كل أنحاء مصر، التأمين الصحي مكلفهمش جنيه، كل حاجة بتكافلها التأمين الصحي، وده حق الناس علينا. المركز تم تجهيزه طبقا لأحدث المواصفات العالمية، وبيضم خدمات متكاملة زي الكشف الطبي والتحاليل والعمليات من خلال فريق متميز من الأطباء والمتخصصين. المركز ده بيقدم خدمات من أول التشخيص، من أول إجراء التحاليل، إعطاء العلاج الدوائي، العلاج الطبيعي، العلاج الجراحي والتدخلات الجراحية العظمية أو الجراحة العامة، العلاج التدريبي، حتى لو احتاج المريض الحجز، فهو مركز متميز.
متكامل في نفس المكان. مريض الهيموفيليا ده بيتعرض للنسف والإصابة بشبه تكرار شهري، بيبقى مرتين لثلاثة شهريا، فبيحتاج التعامل معاه من أول لحظة في النزيف، إزاي توفر له العلاج عن طريق أطباء مهرة وعن طريق تمريض مهرة. المركز ده منشأ على أحدث المستويات العالمية، موجود في عيادات مختلفة اللي بيحتاجها في مكان واحد، العيادات المختلفة اللي بيحتاجها مريض الهيموفيليا زي طبيب أمراض الدم، عناية نفسية، علاج طبيعي، تحاليل، وكل المجالات اللي بيحتاجها مريض الهيموفيليا في مكان واحد. قبل كده كان المريض لازم يلف أماكن مختلفة علشان ياخد عناية المختلفة. وتقدر أعداد مرضى الهيموفيليا في مصر بما يقرب من 21,000 مريض، منهم حوالي 12,000 طفل، ليكون افتتاح المركز بمثابة الأمل في إنقاذ حياة آلاف المرضى. هشام الرباط، هنا العاصمة. طبعا مجهود رائع، كل جنيه كل مليم بيتصرف في مجال الصحة لابد أن يقدر. يعني لم يتم ذكر اسم شركة الأدوية اللي قامت بهذه المبادرة وهذا المشروع وتخصيص الوحدة المتخصصة في علاج الهيموفيليا، لكن احنا بنوجه لهم كل الشكر وكل التحية على هذا المجهود. إحدى شركات الأدوية طبعا هي اللي قامت بتحمل تكلفة هذه الوحدة داخل واحدة من مستشفيات وزارة الصحة. وواضح من الصور، وأنا بقول على الصور فقط، الحقيقة أنا ما شفتش الوحدة بعيني، لكن واضح انها معمولة يعني بشياكة، انه يعني الحاجات طبعا لسه جديدة، معمولة على مستوى كويس يراعي ادمية وكرامة المرضى، خاصة ان هم طبعا اطفال وبيجوا مع ذويهم. كل الشكر مرة تانية لهذه الشركة، شركة الادوية، وللمجهود اللي تم اللي خلانا في الاخر نشوف وحدة جديدة متخصصة في علاج الهيموفيليا، مرض طبعا صعب احتياجات كتيرة زي ما شفنا في التقرير. من التقرير ده خلونا نروح مع حضراتكم لتقرير آخر، وهو تقرير عن مبادرة كلنا واحد. هي مبادرة لتوفير السلع الغذائية من خضروات من فاكهة بأسعار مناسبة، ومبادرة بترعاها وزارة الداخلية. نتابع أكتر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك تبان، متشافهي مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام، ده الحب ده مش بالسالم، بس انت فعلا بيتلاحظ في الأونة الأخيرة ازدياد أسعار الفاكهة والخضروات، فوزارة الداخلية تبنت القصة ديت عشان تخفف عن كاهل المواطن، فتم عقد عدة لقاءات مع بعض تجار الجملة وبعض تجار التجزئة وبعض سلاسل المحلات لتخفيض الأسعار على المواطن. احنا موجودين في سوق الاثنين اللي هو في منطقة عبدين وفي منطقة السيدة زينب، وده من الأسواق الكبيرة في المدينة، أسواق الخضار، وفعلا تم التواصل مع التجار وفعلا في استجابة. حبينا نوصل للناس ان احنا نبيع كل حاجة في خدمة مصر عشان خاطر رئيس الجمهورية، وعشان خاطر برضه هو نحسسه ان احنا كلنا واحد. عملنا تخفيضات 30-40% زي ما حضرتك شايف لمحدود الدخل. طبعا مبادرة كويسة جدا، في تخفيضات حلوة قوي، وخلتني انا فعلا النهاردة قدرت اجيب شوية حاجات انا محتاجاها فعلا. يعني انا الجوافة دي بتتباع ب10، هنا بتتباع ب6-4 جنيه على الجوافة نفسها. يعني المبادرة صح مش كلام بس، يعني انا ماخد موز ب10 جنيه، شوف الفرق قد ايه، يبقى المبادرة موجودة. الاسعار كانت قبل كده صعبة جدا، ما كناش قادرين نجيب اي حاجة، لا خضار ولا فاكهة ولا حاجة، لا الحمد لله، بس يا رب تفضل على كده، وكمان يعني عايزين اكتر من كده. لا طبعا ده عظيمة عظيمة عظيمة، يعني يا ريت يخلوها كده على طول. عايش عشان يحلم ليهم، يطلب هيدون عليهم، واكتر من كده بكتير.
ده مش بالسهل، بس انت فعلا